ما أخفيكم، اليوم أنا يعني محتارة، مصدومة من جهة ويعني مبسوطة من جهة ثانية. بصراحة تفاجأت ليلى تقول لي إنها هي اللي طلبت من ماجد إنه يكتب لديمة نص الفيلا. كيف؟ أنا هبلت، أنا شلون؟ وإحنا قاعدين نقول هذه الفيلا ما عندنا ستر بعد الله إلا هذه. أجي أتفاجأ إن ليلى اللي تقول، وأنا كنت زعلانة عشان ليلى. أجي ألقى ليلى اللي قالت، وطبعا ليلى في جانب إنساني، في جانب أمومي، في جانب الأم اللي ما تبي ولدها أو واحد من عيالها يدخل السجن، فتضحي بنص الفيلا عشان عيالها يكونون بخير وبسلام وبأمان. صراحة يعني حسيت قديش هي أصيلة، وإني أنا ما كنت غلطانة إني زوجتها ولدي، لأنها بنت رجال وبنت حمولة صراحة. فمثل ما قلت لكم، والله قلبي يعورني على نص الفيلا اللي راح، لكن في نفس الوقت برضي أقول فيه حنا بنات الحمايل.